أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. بصلي إلى الرب إنه فعلا اليوم نور المسيح يشرق في حياتك ويكشف عن أمور كثيرة، ولسيما الموضوع اللي راح نتكلم عنه في هذه الحلقة في غاية الأهمية، كيف أتعامل مع موضوع الإساءة أو كيف أتخلص من تأثير الإساءات. أنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة، رح تكون سبب شفاء وسبب بركة لحياتك. أنا بدعوك مش بس أنت، ممكن تتواصل مع آخرين إنه فعلا يشاهدوا هذه الحلقة المهمة اللي هي بث مباشر في هذا اليوم، وبصلي فعلا إنه تكون بركة لإلك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الخاصة، وأنا بصلي فعلا اليوم تكون بركة لحياتك. يسرني أن أستضيف إلى برنامج ليكن نور لأول مرة. إحنا عملنا حلقة مسجلة معهم ورح تشوفوها بعد أسابيع، لكن لأول مرة على البث المباشر دكتور إميل جوزيف، دكتورة أليس توفيق مدامته طبعا، وهم بيعملوا في معهد المشورة في مصر، في القاهرة في مصر، وطبعا اثنين أخصائي استشاري نفسي. أهلا وسهلا دكتور إميل، أهلا وسهلا دكتورة أليس، احنا منرحب فيكم في هذا البرنامج البث المباشر. أهلا بيك وأهلا بكل المشاهدين. الموضوع بصراحة كتير كتير مهم، وبعتقد أنه يعني مناسب مش بس يعني اليوم وفي كل الأوقات أيضا، اللي فيه منستخلص طبعا موضوع الغفران. قال يعني إحنا كلياتنا منردد الصلاة الربانية، وبالصلاة الربانية منقول اغفر لنا ذنوبنا أو خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين أو للمسيئين إلينا. بعدين الرب يسوع حط شرط مهم جدا، يمكن كتير منا مش واخد باله في هذا الشرط، فإنكم إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. فإذا السؤال، ليه الرب مصمم على الغفران؟ الحقيقة أنا كنت زمان فاكر ان احنا بنسامح عشان خاطر ربنا، وبعدين اكتشفت ان الحقيقة ان ربنا بيقول لي سامح عشان خاطرك انت. انت هتستريح وما غفرتش انت اللي هتتبهدل، مش الطرف التاني اللي هبدأ. على مستوى الجسد، على مستوى النفس، على مستوى الروح. لو تناولنا الانسان نفس وجسد وروح، فنفسيا بيتبهدل، قلق واكتئاب، وجسديا بيتعب بكل أنواع التعب. عندنا في الطب النفسي سلسلة من 144 عرض ومرض نتيجة الاختزان الاسترس. فكل أنواع، يعني ممكن نلاقي فيه التهابات جلدية، ممكن نلاقي تنفس مضطرب، نلاقي ضربات غير منتظمة، ممكن نلاقي شعر بيقع، ممكن نلاقي الركب بتتألم، ممكن يبقى فيه سبب عضوي لكن وده يزيد. كله من عدم الغفران؟ من كل أنواع الاسترس والاحتفاظ يعني الاحتفاظ بالغيظ، ومن أكثرها أو من أشهرها الغفران. أنا فاكر واحد مريض جي معاه ملف من الروشتات والأشعاعات والMRI والرنين يعني والتحاليل وأشكال وألوان، بس كان حاجة غريبة أنه عمل 3 عمليات عشان في وجع في بطنه،
فراح الدكتور قال له ده المرارة، شال المرارة. راح الدكتور تاني قال له لا دي الزايدة دودية، شال الزايدة دودية. ثلاث مرات فتح بطن وأصلا في وجع. في الآخر قالوا له هو ضغوط نفسية أنت فيها. فإذا النفس بتتأثر، الروح بتتأثر. أنا عايش في الظلمة زي ما قال القديس يوحنا، في الظلمة يسلك من يكره ليبغض أخاه، وفي الظلمة لأن الظلمة أعمت عينيه، بيروح منه الفرح، بيروح منه السلام مع الله. يعني الجسد بيتعب والنفس بتتعب والروح بتتعب، ربنا بيقول لي أنا خايف عليك، ممكن تسيب لي أنا الموضوع؟ سيب كمان سوري، يعني إن بيوصفوا المرارة دي إن هي سم للنفس. الواحد ممكن يسمم الجسد بمادة كيماوية، لكن النفس بتتسمم بالمرارة والعدم الغفران والجيء والغيظ. ده يسمم العيشة ويسمم النفس. فالواحد لما ما بيغفرش هو بيأذي نفسيته هو، يعني دي نتيجة عدم الغفران. بيصير عنده مرارة. أيوة. نفسيته تتعب. انت سميتيها سم. سم النفس. ده مش أنا، ده حتى كل بتوع المشهورة برا كمان بيسموها سم النفس، لأنها بتأثر على كل حاجة، زيها زي المرارة الطبيعية. المرارة اللي في الجسم تبان على الجلد وتبان في العين وتبان في البول وتبان في الدم، بتخش في كل حتة. عشان كده حتى الإنجيل سمى المرارة والنفس سموها مرارة، ليه؟ بتدخل في كل حاجة، هي نفسيا وجسديا. العبرانيين بيقول لا يطلع أصل مرارة ينجس كسري. فيتنجس الجسد. تبتدي بمضايقة وبعدين تبقى غيظ، تقلب خزن الغضب وبعدين يقلب الجسم بقى يتعب والنفس تتعب والروح تتعب. اختزان الغضب يحول إلى مرارة. لمصلحة مين؟ إحنا اللي بنتعب. يعني إحنا فاكرين إن أنا لما أمسك عدم الغفران كده هأذي التاني، لا ده أنا اللي بتأذي. فربنا خايف عليا، هو في صفي. لما يقول لي سامحي هو في صفي مش ضدي، هو مش جاي مع المسيء، هو جاي في صف أنا عشان أنا اللي هتعب وكمان عيالي يتعبوا، لأني بربي بالمرارة وبزعق في العيال أطلع فيهم المرارة وبعلمهم المرارة، ما تكلموش ده، ما تردوش على ده، خصموا دول. طب ما أنا نقلت ورثت. والإنسان بهاي الحالة بيمتلي الجروح والجروح لابد أن تنعكس على الخارج. ولا إيه رأيك دكتور؟ الحقيقة تجمع المرارة ده بيبهدل حتى ينعكس على تصرفات العادية، لأن أعصابي بتتشد تعبان. فممكن الكلام العادي والناس مش فاهمة أنت بتعمل كده ليه؟ ده أنا مخزن مرارة من سنين، يعني ممكن مخزن مرارة من ناس أعزاء عليا، بابايا مامتي تصرفوا معايا وأنا مش قادر أعترف قدام نفسي حتى أن أنا بكره بابا. لا، أنا ممكن أقدر أقول أنا بحب بابا، أنا بقدر بابا، أنا grateful لبابا، لكن أنا متغاظ من التصرف الفلاني. طب يعني ممكن أسأل بس يعني إيه أنواع الجروح أو إيه الأشياء اللي لازم نغفرها؟ يعني في أوقات تبقى أقوال شديدة أو جرحة أو مؤلمة، بيشتموني، بيسموني أسامي غلط، بيقولوا علي كلام وحش. وأوقات العكس، يعني كلام حلو ما تقليش، يعني نجحت وجبت مجموع ولا واحد قال لي مبروك، كنت مش عارفة في عيد ميلاد ما حدش قال لي انت حد اعتبرني. فأوقات الجرح من حاجة وحشة تقلت لي أو حاجة حلوة كان وقتها تتقال وما تقلتش. كمان الأعمال، عملوا فيا مقلب، عملوا فيا موقف، ظلموني في ميراث، ظلموني في ترقية ولا في نمر، ده عمل. في بقى اتجاهات يعني اتيتيود، يعني أنا بكره الجروب ده، أنا بكره النوعية دي من الناس، أنا ما بحبش الطيفة دي. فما فيش كلمة ولا موقف قادر أمسكه، بس أنا اتجاهي ناحيتهم رفض أو كره أو عدم قبول. وفي بقى بالعكس أعمال حلوة كان مفروض تتعمل، يعني بنت كتير بنات يقولي ماما عمرها ما خدتني في حضنها، بابا عمره ما خدني برا يفسحني، هو ما عملش حاجة وحشة بس ما عملش الحلو، ما قالش كلمة أنا بحبك ولا قال قالش كنت ناجح وجايب مجموع كبير، قال ما أنت لازم تنجح. فين فرحة النجاح؟ ما
ما عملهاش وما شتمنيش بس ما عملش الحاجة، فدي مأثرة فيا مثلا في موقف أو في مناسبة فتسيب أثر يعني. الاتجاهات كمان، الست اللي زعلانة من جوزها وقالت أنا رميت طبته وهعيش معه عشان العيال، لكن هعمل له كل الطلبات، كل هدومه مكوية وكل بيته نظيف وكل عياله زي الفل، لكن هو من جوه ما فيش، بس من جوه ما فيش. فأقول لها بصي الهوى اللي جاي من عندك بيوصله، انت ما انت مش موجود بالنسبة، انت مرفوض، انت خلاص مالكش مكان عندي رغم ان كل حاجة معمولة صح. فده ما فيش حاجة وحشة بتعملها، هي عاملة كل حاجة، لكن الاتجاه واصل، انت مرفوض، انت مالكش مكان عندي، انا ما عادش بحبك. الحقيقة اللي ربنا لأجل خطورة الأمر كرروا ثلاث مرات، مرة في الصلاة الربانية، ومرة بالإجاب إنها إن غفرتم، ومرة بعد الصلاة. يعني ده الحاجة الوحيدة اللي علق عليها في العشر مقاطع اللي كلها أهمية كبرى، ومرة بالسلب وإنه إن لم تغفروا. عشان كده الواحد، أنا بنصح نفسي أولا إني، لأن مفيش حد يعني بنخدع نفسنا ساعات، أنا راجع كل العلاقات الخطيرة في حياتي، وبالذات مع الأثوريتي فيجر، مع الناس اللي موقع السلطة، مع بابا، مع ماما، مع مراتي، مع أخويا، مع جوزي، مع وحتى مع أولادي، لحسن يكون في مرارة مختزنة هتدمر حياتي روحيا ونفسيا، وأنا مش فاهم ليه أنا ما غلطتش. لا، ما هو كل كلمة بتطلع مشحونة بمرارة، فبتستقبل بطريقة غير سوية، بتبوظ كل العلاقات. ليه الموضوع ده اللي احنا بنتكلم فيه موضوع ممكن نعرف عنه لكن موضوع صعب جدا نطبقه؟ خليني أروح للرسول بطرس، حب يتكارم على المسيح، يعني بقول له كم مرة أغفر؟ إلى سبع مرات. يمكن تعرف في حوارات بين الربايز اليهودي من ثلاثة، وممكن واحد يتكارم يصل لسبعة، فهو عم بيتكارم بيكون كريم مع المسيح، لكن المسيح رد عليه جواب شوكينج، عارف يعني بهز الكيان، قال له 70 سبع مرات. كيف ننظر لهالموضوع؟ الحقيقة هي رد صادم، كان رب المجد عايز يلخلخ الفكر اليهودي ده اللي بيعد، وعايز يقول اللي بيعد ده مش بيسامح. يعني أنا سامحتك أول مرة والتاني مرة والتالت مرة، فأنا محوش خلاص يعني ما فأنا مش مسامح، أنا محوش ومفوت لك، بس عندي ملف وسجل فيه الأخطاء بتاعت، إذا بتعمل حاجة جديدة هنضيف على القديم. عشان كده رب المجد صدم، قال له 490 مرة. أعتقد أي حد يسمع الرقم ده، وكان يتكلم على اليوم الواحد، في اليوم الواحد قديس له قال في اليوم الواحد، فإن أسمع 490 مرة في اليوم لازم أصرخ وأقول له يستحيل. فكان رب المجد عايز يقول مين قال أنت تعرف تغفره لوحدك؟ قول إنك مش قادر. لا، وكون إن أقعد أعد يعني دي النقطة الثانية بقى، أنت بتعد يبقى مش بتسامح. ليه؟ لو أنا قلت سبع مرات يبقى التامنة بقى خلاص أنت خدت حق، يبقى التامنة دي مش هسامحك. طب هي بقت تمانية ليه؟ مش هتبقى تمانية إلا لو سبعة وستة وخمسة واربعة وثلاثة واثنين موجودين. فإذا لو أنا بسامح بجد هيتمسح، يبقى تمانية دي هتبقى واحد. فإذا اللي بيعد هو بيحوش مش بيسامح، والجديد هيجي على القديم والليستة تكبر والليستة ما يعني. الحاجة التالتة الصادمة برضو، إن أنت هتعد يبقى الغفران موقف، بس أنا ما بقولش أنه موقف، الغفران ده حالة دائمة، أتيتيود، طبيعة في الحياة، قلبا نقيا أخلق فيه. يعني مش موجود، لكن القلب النقي ده مش بيحوش مش بيلزق، لا، يجي عليه الحاجة تتغسل وتنزل، تيجي عليه الحاجة تدوب وتروح، فمعناها أن أنا بجرح وبتشافي، بتسقفية وبسامح، فمش محوش. لا، هو كمان الرب قال له 70 سبع مرات، بعدين راح أعطى مثل يس
المدينة عشان يقول يعني عشان يوصل الحقيقة الأكبر حتى من يشرحها بقى يعني من 77 مرات. تفضل. بس احنا مش لازم ننسى ان في ناس كتير بيساء إليها إساءات فظيعة صح مؤلمة بشعة لا تطاق. فالإجابة اللي قالها السيد المسيح له كل المجد على قديس بطرس مش انت اللي هتقدر. احنا ما اقدرش اظلمك واقول لك سامح، ما انا مش هقدر. عشان كده الغفران بما احنا بنقوله كمسيحيين كلام عادي كده، اغفر لأعدائك، ما فيش كلام منطقي كده. لا، انا عايز ربنا وريني فيه، عايز اشوف في يوم عايزك تنتقم لي، فين دورك يا رب انسانيا؟ صعب. تاري ربنا بيقول لي انا خايف عليك انت، انا عايزك انت تشفى من جوه. فعشان كده الكنيسه الارثوذكسيه عامله حاجه اسمها صلاه الصلح. بعد ما تاخد صلح الله انت وربنا في صلح مع اخويا واخويا اللي جنبي في قبله المصالحه، ودي مش للاربعه خمسه اللي جنبي بس، لو واحد في اخر الكنيسه او واحد مسافر او واحد مات او هاجر، انا محتاج اتشفي. الموضوع مش ان هو هاجر او مات، الموضوع جوه المراره لسه القلب موجوده، القلب يبقى نظيف. عشان كده السيد المسيح كان مصر، انا خايف عليك. وهو انا عارف ان انت مش هتقدر، انا بقول لك ان ده عمل الهي. الرقم الصادم ده عشان يقول له عمرك ما هتقدر ولا حد فينا هيقدر لوحده، لأن الغفران عمل إلهي. الإنسان لوحده بجد لا يمكن يغفر، فإن ما كانش الإنسان مع الله مش هيحصل غفران، لأنه صعب على البشر. يعني في عنا المثل العربي اللي كتير يمكن المشاهدين بيعرفوه، الأسى ما بينتسى. يعني لما في أسى صعب الواحد ينسى حتى لو بحاول يغفر بس شوية. لكن إزاي يعني هاي الفكره يوصل لهي الوضعيه؟ ممكن ما انساش الحس، لكن لو خدت شفاء ما فيش مرار، يعني الله مد ايده طبطب وشفاء وعوضني، الالم ينسى. لكن افتكر الموضوع كانه زي الجرح، بعد ما شوفي في سكار كده انا المسه ما مش بيوجع بس فاكر. طب نرجع للمثل اللي ذكره الرب يسوع عن يعني مديونين. ملك وعنده 2 مديونين، ولأنه بالأصل برجع كل المبلغ للملك، بس واحد عبد كان مديون بعشرة آلاف وزني، يعني مبلغ كبير. وبعدين لما راح للسيد للحساب قال له دخيلك بس أعطيني مهلة، يعني بدي يعني أنا بسددك كله. فالرب سامحه يعني ترك له الدين بالكامل. فراح شاف عبد تاني وكان مديون له بمبلغ صغير، 100 دينار، فمسك في خناقه وقال له إذا ما بتسدش الدين بتفوت، وحطه في السجن. وراحوا اشتكوا للسيد، أنت سامحت هذا العبد بالكتير، ما قدرش يسامحه بالقليل. شو العبرة اللي بنتعلم من هالمثل؟ الحقيقة المثل ده بيشرح إيه هو الغفران وإيه هو عدم الغفران. فالغفران هو اللي عمله السيد الملك ده الغفران. خد بالك انه ما عملش اي حاجة، حتى الملك عاتبه قال له كل هذا الدين تركته لك لانك طلبت. لكن بيقول عن السيد انه تحنن واطلقه وترك له الدين. انا عايز اعرف نفسي انا سمحت ولا لا، في تحنن في قلبي. نمرة 2، مش هطالب بالدين، سبت لك انت القضية، الملف الكيس دي تصرف انت يا رب، انا هسيب حقي، هسيب الدين اللي علي. في المقابل اللي عمله العبد ده مع العبد التاني هو يمثل عدم الغير، لم يرد وامسك بعنقه ودخله في السجن. وهنا حل كلمة لم يرد دي بتدينا حل، انه عدم الغفران قرار ارادي زي ما الغفران قرار ارادي. في واحد يقول أنا أصلي موجوع، لا المشكلة مش موجوع، لأن احنا عرفنا أن مش طاقتك ولا سلطتك. أنا ما أقدرش ولا أعظم قديس يقدر، لكن أنت عايز ولا مش عايز. اللي ما غفرش لم يرد، من فعل المصدر الكلمة إرادة. وكل ما أشوفه دمي بيغلي وحاسس أنه هو كأني حطيته في السجن. السجن بقى
احنا مش بنودي الاسم ولا حاجه ولا بنجيب البوليس لو ان في بيجيب، لكن السجن هو ان اخويا ماشي معايا كويس بعدين وقع عمل غلطه ورجع مكمل. انا بصور الغلطه دي وبروزها برواز واسجنه في راسي او في قلبي، فمنين ما اشوفه يطلع لي البرواز وفيه الغلطه، ابص في وشه مش شايف اي حاجه غير الغلطه، مشاعري كلها بتقوم عليا لما اشوفه او اسمع اسمه، لان كل مشاعر الغضب والمرار مرتبطه بالغلطه ارتبطت بيه هو، فما عادش يبقى انا سجنته في الحاجه دي، فبقى مسجون في مشاعري في مخي على طول فاكره. لو شفت واحد شبهه يحصل لي نفس الحاجه، لو سمعت اسمه، لو جت سيرته، فببقى متنغص. ليه؟ لان انا حبسه جوايا حتى لو انا مليش علاقه بيه دلوقتي، بيطلع لي بالبرواز اللي فيه الغلط ده، اسمه السجن. انا سجناه جوايا بالغلطه بتاعتي. بس في نوع تاني بقى من السجن، لما الملك زعل، قال له ايها العبد الشرير، زعل من العبد الاولاني. يعني ده مؤشر خطير، هذا السيد المسيح له كل المجد يقول على حد عبد شرير، اللي ما سمحش وبعدين سلمه للمعذبين. ده السجن بقى اللي فيه معذبين، صعب، المرارة والحزن والكآبة والصحة بتتدهور والحقد والغيظ. لا، والذاكر بيتذكر انه يعني كان ممكن غفر وتحل كل ويبقى مربوط بالماضي، ما بيتقدمش لقدام. المرارة بتعيق النمو الروحي والنفسي. بس ارجع اقول مش سهل، مش سهل. واحنا بنقول في مصر ايه اللي رماك على المر امر اللي منه. امر منه. أنا اقتنعت إن عدم الغفران مرار أكتر، فباجي وأصرخ لرب، يا رب أنا فهمت إن مصلحتي إني أسامح بس مش قادر، مخي مش قابل، أنا عايز منك العطية. بشريتنا ما تقدرش على الغفران. يعني أنا لما بطلع على المثل إنه العبد الأول كان مديون بمبلغ هائل كبير، وبعدين هو اللي طلب من السيد على فكرة يساوي 60 مليون دينار. واو. مقابل 100. مقابل 100. فيعني هو كان ممكن السيد يقول له أوكي أنا بتحنن عليك لكن بتمهل، لما بيصير معاك بترد لي الدين وبرضه كمان بيكون مظبوط، لكن الأمر بكل بساطة ترك له الدين. وده واحدة من معاني الغفران، ترك الدين. وطبعا بالمقابل هو ما لم يرد، يعني حبيت هاي التأكيد على هالكلمة هاي. الحقيقة بس في سبب واحد يخليني أقتنع. قالوا الملك بفم الملك على فم ربنا، يعني أو كأنه ربنا بيقول للعبد، أما كان ينبغي أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا. فاللي ده مراحم الله، أنا اتغفر لي 60 مليون خطية. التاني عليه دين، أيوة، بس مش أنا رحمتك، مش أنا رحمتك. الطبيعة البشرية ترفض هذا. حقي ومنطقيا حقك، بس أنا اللي بتبهدل. وأساس الغفران في المثل ده هو الرحمة بس. كما رحمت. ليه أسامحه؟ ليه؟ ما فيش سبب هيخليني أسامح. ممكن أقول لا بيكررها، لا هيقول عليا ضعيف، لا هيركبني بعد كده، لا في 100 ألف، لا ما اعتذرش، لا مالوش عذر، لكن مش ده السبب ولا حاجة في دول. الرحمة هي أساس الغفران. كما رحمني أنا هرحم. طبعا يعني مش معنى أنه غفر يعني يسيب نفسه ملطشة، إحنا ده مش معنى الغفران. لا، بس هخلص من الوجع، هخلص من المرارة، بعد كده ممكن أخذ موقف، بس موقف out of إيه، يعني ناتج من إيه، من غيظي، هيطلع موقف غلط ولا مرتاح. لكن أنا شفاني وقال لي أنا هجيب لك حقك، ممكن أخذ موقف. حتى السيد الرب نفسه لما لطموا العبد، مع أنه هو اللي قال لنا من ضربك على خدك لن يحول له الآخر، وقف له قال له ستوب، ما شالش مرارة منه. إن كنت قد فعلت رديا اشهد عن الردي، أنا رايح محكمة بلغ اللي أنت عايز تقوله، لكن مش من حقك تمد إيدك. فالغفران لا يعني التساهل في الحق،
لكن الشفاء الداخلي حاجة كده إيد الله الحنونة يطبطب ويشفي الوجع. طيب راح نواصل حديثنا، لكن بحب أعطي فرصة لكل مشاهد، يمكن أنت عم بتشاهد هذا الحلقة وفعلا في إشي يعني كاتمه في قلبك، وفي يمكن مرارة أو وصلت لوضع المرار بسبب الإساءات المخزنة في حياتك، يمكن لربما من أيام الطفولة، لكن في علاج وفي شفاء، فعلا في حل لهذا الموضوع رح نتكلم عنه بعد قليل. فأنا بدعوك أنك تتواصل معنا، رقم الهاتف موجود أمامك، فيك تتواصل أيضا عن طريق السكايب. ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، إحنا حديثنا في هذه الحلقة عن كيف أتعامل مع الإساءة أو من تأثير الإساءة، وطبعا تحدثنا يعني شو المرار أو المرارة إيش ممكن تعمل للإنسان. وبعدين أنت ذكرتي دكتورة أليس إنه الأساس الغفران، طبعا هو أساس كتابي، لكن أنت ذكرتي على أساس التعامل على مبدأ الرحمة. إذا ممكن تكرر هاي العبارة، بعدين أنا عاوز أسأل عن الخطوات لهذا الغفران. إن إذا المثل قاله رب المجد، أنا عملت 60 مليون خطية وقلت يا رب ارحمني، يا رب سامحني وسامحني، يجي أخويا يشتمني شتمة واحدة أو إهانة واحدة أو 100 إساءة أو إساءة تساوي 100 دينار، أوقف غفران خطاياي، أوقف غفرانه على دي؟ طب ما هو زي ما ترحمت أنا أرحم، وزي ما أنا وقعت أخويا بيقع، وزي ما أنا بطلب أن ربنا يغفر لي لازم أقبل أن أغفر لغيري، فأساس الغفران هو الرحم. طب وده بيقودنا للسؤال اللي بيجي، طب إزاي، كيف الخطوات اللي ممكن نعملها في موضوع الغفران؟ أول خطوة عايزين نتعلمها خصوصا في بلادنا المشرق، يعني الإقرار بأن أنا اتجرحت، أعترف يعني أعترف قدام نفسي، ما أعملش دينايل. أنا ساعات يعني بنقولها كده في معهد المشهورة بالفن، أنا مش متضايق، الحقيقة أنا هطأ بس أنا مليان إنكار، مش عايز أشاور أن في وجع واعترف بمتضع القلب، ايوه الموضوع ده جرحني، هو جرحني جامد، بالذات لو شخص مهم عندي صعب اعترف، يعني لو كان ده ابويا وانا باجله وبحترمه وعايز احس انا عندي وفاء وتقدير ليه، فمش قادر اقول انا زعلت منه، فلكن لازم افصل بين دي ودي، ان انا متضايق من حاجه لا يلغي الوفاء والتقدير والحب لهذا الشخص، فده برضو بيخلينا ننكر. حاجة تانية الاتضاع، إن معقول أنا الخادم أقول اتضايقت، أيوة اتضايقت، أيوة جرحت، معقول أنا كبير أزعل من الصغيرين، الأب لابنه مثلا أو الأب لولادي، لا لا أنا مش هيقف كده، لا بس في الواقع أنا اتضايقت. فالاعتراف والإقرار، لا أنا مجروح رغم إن ده شخص يهمني أو إنه حد أصغر مني، ف وبعدين مش عيب، ما رب المجد بحاله قالوا له ما هذه الجروح في يديك، قال جرحت في بيت أحباء. طب يعني أصل وقت الواحد لما يبقوا أحباء يبقى مستكتر أن يقول أنا مجروح، لا لا بالعكس، ده أكتر ناس الجروح بتبقى صعبة منهم الأحباء، فالرب المجد اعترف أنه هو مجروح. والإقرار زي ما قلت من شوية لا يلغي أن أنا هعمل خطوات عشان أطلب حقي،
بس مش ناتجة من المرارة والغيظ. بالعكس بعد الشفاء أعصابي هادية. وأسأل ربنا رأيك يا رب، مرة يقول لي سيب حقك أقول له حاضر، مرة يقول لي أطلب حقك أقول له حاضر، أنا تحت أمرك يا رب. ففي ناس بترفض الغفران عشان يعني مش هتعمل خطوة، لا تعمل بس ناتج مش من المرارة. لأني الحقيقة الموضوع صعب، في ناس مخزنة مرارة من 10 سنين، وناس مخزنة مرارة من 20 و30، وبالذات في العلاقات الزوجية من يوم الخطوبة، وصحتنا عمالة تنزل وعلاقاتنا عمالة تفشل، وأنا مصر عايز حقي. طب ما هو بعد 30 سنة، يا ريت ما حدش يستنى 30 سنة. بعد 30 سنة اكتشفت أنه ما نفعتش الطريق دي، فكر في طريقة تانية. عشان كده النقطة التانية في الخطوات القرار. فإذا الأول الإقرار، الاعتراف أنه فعلا في مجروح. مشكلة أنا مجروح. والخطوة التانية القرار. أنا بختار بكمال إرادتي أني أغفر وأسيب لك أنت الموضوع يا رب، هسيب لك أنت تتصرف. أنا عارف أني مش هقدر، وده لمصلحتي أنا، فأنا بمشي مع قرارك أنت وهمشي في طرقك يا رب. القرار ده ما يجيش في وقت الأزمة، في وقت الخناقة، في وقت المشكلة، لا أنا لازم أفكر وأصلي وأوصل لقرار أنا يس ده الطريق الصح، وأنا بهدلت عشان ما مشيتش في الطريق ده، فأنا خدت قرار. أجي في الأزمة أفعل القرار وأقول له أنا هختار الطريق ده يا رب. أوقات مش باخد القرار لأني متخيل إن عشان هاخد قرار معناها هتضرب زي الأول أو الدنيا هترجع زي ما كنت. مش لازم القرار لا يعني كده، أو إن أنا هاخد قرار إن أنا هسامح يبقى هفضل موجوع طول عمري، لا مش. فده بيعطل إن أخد القرار. القرار لا يعني هذا. القرار يعني عايزة نضف المرار، خراج عايزة فضي وردة. لما الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على غيظكم، هل ده كمان جزء مثلا إنه يعني بصم انه ما اخليش الامر لتاني يوم؟ بالضبط. اني محوش نتيجة الغضب مش فيها كراهية، مش فيها خصام، لا انا هاخد خطوات بس ما يكونش فيها خطأ. في ناس كمان بتتردد في اخذ قرار الغفران ناتج من توقع رد فعل مش هيقدر. يعني الناس مش هتفهم، مش هتقدر، مش هيترد، مش هيرد رد ايجابي. طيب الكلام ده في العلاقه بيني وبينه، بس انا نفسيتي، علاقتي بربنا، جسمي، فقرار بنسميه ده البعد الراسي، شغل بيني وبين ربنا. مش متوقف، مش هيفهم ومش هيحس، لكن انا مش منتظر اجابه. اصل يقول لك مش هيقدر. انا عايز انقذ نفسي، انا عايز انقذ ابديتي، فعشان كده وبعدين سوري ده شغل في قلبي مع ربنا مش معاه. هو ان ممكن يبقى هو مات، عمي ظلمنا في الميراث ومات، لكن انا خزنه احساس الظلم، فانا عايز اخلص من هذا الاحساس مش معاه هو، مع ربنا. يا رب عايزه أترك من قلبي إحساس الظلم والألم بتاعه من عمي، أنا بسامح عمي وأرتاح، أو شخص مش بشوفه تاني. لكن نسمع عبارات بتتكرر، أنا سامحته عدة مرات ومش يعني مش عم بجيب نتيجة. وبعدين بتسمع العبارة أنا مسامح أو مسامحة بس هو بحاله وأنا بحاله. أيوة. بديش أشوفه يعني خلاص يعني. هذا التعبير صح غلط يعني؟ لا، هو الكلام ده مش غفران، الكلام ده على العتاب والمصالحة ورد المسلوب. لكن الغفران دلوقتي هو أنا وربنا وقلبي أنا. إني قلبي يعني ما عنديش مرارة فيها حصاوي، دي عندي أنا مش عنده هو. لكن أنا أتكلم معاه ولا هنعمل موقف ولا هندخلش المحكمة ولا هنفصل الشركة، ده مع الشخص. لكن الغفران أنا وربنا بريح قلبي من المرار والضيق والغضب والغيظ، كل اللي بيأذي فيا ده. ولما ارتاح هعرف اخد موقف مع الشخص اعمل ايه معاه.
وبس أنا في حالي وهو في حاله ده دي ممكن مع واحد ماشي في الشارع قال كلمة احتك بيا، لكن لو أنا وجوزي بس جوزي في مراتي أنا وبابا وأنا وأخويا أنا وخادم في الكنيسة، أنا من حقي بعد ما أغفر وأعمل الدايمنشن البعد الرأسي أعمل عتاب. والعتاب برضو في متى 18 بيتكلم عنه، ليه خطوات أشرح له أنا متضايق وإن أنا عايز أكسبه مش عايز أخسره. فساعات بتبقى حجة هي عدم غفران بس متخفي، لو واحد في البيت وأنا في حالي وأنت في حالي أنا برضو أرجع وأقول الموضوع صعب جدا. مثل ما ذكرت أسلوب حياة يعني مش مجرد بس موقف، لا مش موقف يعني ده اتجاه دائم اتجاه كامل. زائد سوري إن ما ينفعش أبقى أقول هو في حال مين اللي خد القرار ده، ما ينفعش أبقى خصمة وقاضي لما أكون ناوي أقول هو في حال وأنا في حالي، يبقى لازم تالت يشوف حقيقة الموقف. أنا مش عايز أغفر وبقولها كده، ولا أنا غفرت ومش نافع العلاقة ترجع زي ما كنا، فده ما ينفعش أنا اللي أقرر. نفع في حالة إبراهيم ولوط، فصل ما كانش فيه مرارة، كان في خناقة عمال مع بعض، إن أنت مشيت يمين أنا همشي شمال، مشيت شرق أنا همشي غرب. بس شفنا أول ما لوط تعرض لهجوم خد جيش، خد الغلمان وراح أنقذه. فالحب مليان مش، لكن في حكمة في بعض المواقف لازم حد يقيم معايا لحسن أكون أنا بخدم كمان. مشكلة أنه بيكرر الحكاية دي شائعة جدا، ممكن تتكرر كتير جدا. فإحنا قلنا مش معنى أن أنا سمحت ما أخدش موقف، أن أنا ما وقفش مش هسكت، بس في روح بكون نضفت من عشان في حد وحد بيشوف معايا عشان ما يبقاش الدافع خاطئ. طيب انا عاوز نحكي يعني هيك بكم دقيقه عن دور الصليب في موضوع الغفران، كيف اغفر وشو دور الصليب في الموضوع ده. هو الغفران شقين، شق ارادي وشق مشاعر. الارادي هو انا عايز اسامح ولا لا، والمشاعر أنا مجروح وموجوع أروح فين بالوجع. فمن التفكير الخاطئ أن أفتكر أن اللي جرحني هو اللي لازم يعالجني، نيفر. ربنا يسيبنا نتذل لبعض. إذا أنت مش عايز تسامحني أفضل أنا مجروح؟ لا طب أنا لازم ربنا يحط الشفاء بيني وبينه هو، أو يكون الشفاء متاح مش في إيد اللي جرحني، لأن جرحني يمكن ما يعرفش يشفيني مش يعرف يعالجني. فنمرة واحد ان انا اروح للي بيعالج، انا تعورت اروح المستشفى مش اروح للي ضربني. فاحنا في المنظور بنعرف نعملها، واحد عورني بروح المستشفى، لا احنا في النفس بقى اللي عورني خد عليك ايديك صلح العظمة مش هيعرف يصلح. فعشان كده لازم اروح مستشفى الصليب في صلوات حبيت الكلمة مستشفى الصليب. مستشفى الصليب. اقتل أوجعنا بألامك المحيية الشافية. إن ألام السيد المسيح محيية وشافية. فإحنا عندنا مستشفى الصليب فيها كل التخصصات، مستشفى على أعلى مستوى التخصصي. فيها الرب المجد جه طفل لغاية الصليب، اشترك معنا في اللحم والدم، جرب كل شيء خلال الخطية ليعين المجربين. يمكن احنا فاهمين الصليب بس فداء. الفداء لا يعني، لكن الصليب في فداء، الصليب في شفاء، الصليب في تبعية. يس. يحمل صليبه كل يوم ويتبع، يعني الصليب بتاع كل يوم. يعني محتاجين نيجي يعني بعد ما اخد القرار. نعم. الأول اللي عملت إقرار، أيوة أنا متألم ومش قادر أعيش أكمل كده، أيوة أنا فهمتك يا رب واقتنعت، خدت قرار أشفي. نروح بقى إلى الصليب أخذ النعمة وأشوف الألام اللي أنا مريت بيها. أنا مستشفى التخصص الكبير ده في كل أنواع الجراح وأنواع التخصص، فإذا عرفت أميز جرحي ونوعه يبقى حلو، إذا ما عرفتش بروح أرمي نفسي في المستشفى هي اللي تعلي. فأنا عندي مشاعر ظلم، يا رب يسوع المسيح أنت تعرف الظلم، جزت فيه بدالي وعشاني وتعرف تساعدني. وأنا اتظلمت ليه وأنا اتصلبت ليه؟ ما عشانكم عين المجربين.
فظلم أما هو تذلل ولم يفتح. جميع المظلومين يعرفوا يروحوا الأوضة دي، الأوضة الخصوصي بتاع الصليب اللي فيها المسيح اتظلم في 6 محاكمات لم يخطئ في ولا واحد ولم يوجد فيه علة ومات رغم أنه لم يخطئ. ما فيش ظلم اتعرضنا له بهذا الشكل. فأي ظلم أنا شفته أروح للمسيح اللي اتظلم ألاقي دوب في الصليب وتخرج قوة من المصلوب ده المظلوم ده اللي عرف يقول اغفر لهم يا أبتاه. يديني أنا أقول له طب اتحد بيك وتشيل ظلمي، يقول له آه ما أنا شلته على الصليب، وتديني قوة أقول زيك اغفر لهم يقوم أنا عملت كده عشانك عشان أديك قوة. الجرح بتاع الضرب كله إلا الضرب وإهانة الضرب، لكن يعني أنا وأنا صغيرة المس ضربتني قلم على وشي كان صعب قوي عليا سامح يعني أنا كنت طالعة الأولى واتضربت. فأول ما شفت المسيح بيتضرب في الفيلم يا خبر المسيح خد قلم على وشه وأنا زعلانة إن مدرسة ضربت عيل ما يسويش. تلاقي الجرح بتاعنا اللي قد كده في عينينا وفي راسنا لما يتحط مع الصليب يدوب نقطة من دم يسوع تغسل الألم والجرح. بتصلي بنقول لم يستر وجهه عن الخزي البصار التف على الوش الخيانة الترك التمييز حتى التمييز يميزوا بيني وبين أختي يميزوا بيني وبين اللي معايا في البرابس هو بقى ميزه ده ما فيش وجه يا يعني برابس ولا واحد مجرم قاتل قاتل وواحد ما لقوش فيه علة ما لقوش. كل الناس قالوا برابس دي أصعب حاجة إن أنا ما عملتش فيكوا شر ما تختارونيش وتختاروا المجرم وعمل إيه في المجرم هو أول واحد استفاد ومات بداله. الكتاب بيقول أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا. يعني في الصليب كان كل أنواع رجل العذابات أوجاع نعم رجل ومختبر الحزن مختبر. كل واحد فينا يشوف ألمه فوق الاحتمال أول ما يروح للصليب يدوب ونقطة من دم يسوع. في حاجات احنا بنقولها بسهولة الألم زي مثلا الخيانة لو واحد أو واحدة تعرضت لخيانة من جوزها الفيسفولنس دي يعني غدر. مين يقدر يشفي مين يقدر يعالجني فأنا بروح وشوفه لقينا يا صاحب دقت الخيانة يا صاحب ويقول له يا صاحب بقبل علامة الحب تسلم ابن الإنسان حتى الخيانة والغدر ليها علاج في الصليب. وفي ناس كمان في أحز أكتر وقت كنت عندي احتاج له قوي الترك كمان سابوني كنت محتاج لهم كنت محتاج لهم الإحساس تلاميذ عملوا كده والرفض ده هو الحجر المرفوض والتعيير والكلام السلبي بعلزبول ومختال وابن مين ده وتعيير ببلده وتعيير بمهنته ده نجار ده ابن النجار يعني واحد اتعير بأهله وتعير بالمهنة وتعير بالبلد وعروه والتعرية دي صعبة جدا صليب العار. ممكن نأخذ بعض الأسئلة لكن بس بحب أعطي فرصة للمشاهدين في بعض اللي كانوا يتواصلوا يمكن رجعوا تركوا أنا بعتذر لكن فرصة مع كل شخص ارجع اتواصل معنا بكل سرور راح نكون معاك في هذا الوقت. خليني أخذ المكالمة الأولى من جورج من كندا. أهلا وسهلا أخ جورج أنت معنا على الهواء. سلام الرب يسوع أخي نزار الرب يباركك. سلام الرب معك ضيوف الكرام. تفضل. موضوع شيق ولكن يلزمه يمكن 100 حلقة يا أخي نزار ولكن وببساطة وببساطة شديدة النظرة فقط إلى يسوع. إذا كنت أنا مسيحي حقيقي والروح القدس في داخلي وعند منظر المسيح الذي فدى دمه وحياته لأجلي وغفر خطايا الذين لكموه وضربوه وبصقوا عليه وعانوه إهانات
يعني ليس فقط في الإهانات ولكن جسديا، جسديا أهانوه روحيا وجسديا وكل شيء. ورغم هذا غفر لهم وقال يجب عليكم أن تقتادوا، لأنه مثل ما أنا بدكم تكونوا تكونوا تلاميذي لازم تمشوا بطريقي، مش بس كده نمشي بطريق آخر. مش بس تفضل اسمع يا أخ جورج. مش فضل. بس كده ده كمان يعني الناس اللي هو شفى مرضاهم وفتح عيون عميانهم وشفى، هم قالوا خذ وصلك، هم دول اللي يعني ما كانش في ولا واحد لا قالوا خذ وصلبه. احنا شفنا ده يا محبوب، شفناه في مصر. شفنا ام مريم وهم بيقولوا لها انت مش بتكرهي، عايزه تنتقمي، وبنتها مريم قتلت وقالت انا بسامحهم وانا بصلي لهم ربنا يستنير اعينهم. شفنا ده في كل ام ماجي. اكمل الفكره في نظام، تفضل على السريع اخ جورج. على السريع بس بدي اكمل الفكره انه احيانا الغفران لازم يكون، ولازم يكون مثل ما يقول واجب على كل مسيحي مؤمن بالرب يسوع. ولكن في شيء ثاني، اذا كان هناك احد يكون عثر لي اسامحه، لا يذهب في حاله وحالي، ولكن خاصة للأقارب، للموضوع الأقارب كأخوة أو مهما يكون عم أو يعني من أقصد من العائلة، لأنه في التماس كامل دائما. في عندنا مثل يقول الدم لا يصبح ماء في المثل الشرقي، فدائما يكون مثل ما عمل سيدنا إبراهيم، أنه يكون دائما عندنا هالنظرة للمساعدة والمسامحة المباشرة. يعني أنه ما استناش بعد القوم الذكر المسامحة الأخطاء مرة ثانية. للأسف احنا للأسف احنا عايشين في عالم كله ضرر. يعني هو قال لنا سيد المسيح في العالم سيكون لكم ضيق، بس أنا محتاج معجزة عشان أسامح. الله يا أنا محتاج المعجزة دي من ربنا، لأني مش هلاقي وقت كل الناس بتحبني وكل الناس كويسة معايا. هو ذكر الأخ جورج إنه واجب، لكن أنا بعتقد إنه مش بس، يعني أنا حبيت الفكرة اللي ذكرتيها أخت أليس، موقف وإنه هاي ممارسة يعني أسلوب حياة. وأنت ذكرت كمان إنه على أساس إنه أنا بطلع من السجن، بتحرر من السجن. دي الفكرة. أي إضافة بتحب تضيفه على هاي الفكرة؟ أوكي، خليني أخذ مكالمة من أبو مهند. أهلا وسهلا أبو مهند، أنت معانا على الهواء. مساء الخير. مساء الخيرات أبو مهند، تفضل. محبتي للأخ نزار شاهين. أهلا وسهلا وضيوفي الكرام. أهلا، شكرا كثير أبو مهند، تفضل. كلمتي تقول إن ثمار الروح تتضمن طول الأداء بحسب ما جاء في غلاطية 5:22. إذن لنطلب من الروح القدس كي يساعدنا لننمي هذا الصفات فينا. أمين. إذا نفذ صبرك خذ نفسا عميقا رافعا صندوق للرب، فكر بمصائب ومشاكل الآخرين، ثم أعمل شيئا مفيدا بينما أنت تنتظر الحل، لأن الصبر هو فضيلة تحمل الكثير من الأعباء. الخاطئ سيواجه أحد أقاربه، إما أن يعاقب وأن يسامح. وشكرا. شكرا ابو مهند، ربنا يباركك، ربنا يباركك. اي تعليق دكتور اميل؟ احنا فعلا محتاجين معونه الروح القدس. لا نستطيع بقوتنا الخاصه. صعب، مستحيل. احنا بنقول كلام كده بس عندك جد بنسى. انا محتاج، انا واقع في عرضك يا رب. اذا كان الغفران ده يعني يدلق في الدهون، يعني مش قادر. انا ما عرفتش اغفر ابدا بجد، وكنت أقول لربنا لو بيدلي ادلقه لي في قلبي، وده اللي عمله. وعشان كده أنا أؤكد من كل قلبي أن الغفران عطية من الصليب، وإحنا أطفال، عطية من الصليب ربنا. وإحنا أطفال، فاكر أن أنا لقيت مجموعة، عارفين الدجاج أو الفراخ، لقيت كل الفراخ بتجرح
في فرخة معينة، فأنا طفل صغير رحت واخد الفرخة دي حطتها مع الكتاكيت الصغيرة، قلت دي ما حدش هيبقى يجرح، فوجئت أني الفرخة دي هي اللي بتجرح كل الكتاكيت. فأنا بس برجع لكلام أخونا، هو اللي بيجرح اللي هو غالبا متجرح كبير، فده بيديني ترفق ورحمة لا عليه. يعني طيب خليني أخذ مكالمة من أخونا عباس. أهلا أخ عباس، عباس من الكويت، أنت معنا على الهواء، تفضل حبيبي، تعيش يا حبيبي. ألين تفضل. سؤالي يقول بأتكرر، مثلا أول شيء بتكلم عن اليسوع، اليسوع هو اسم عظيم ما في مثل هذا الاسم. نعم. ما في مثل هذا الاسم اليسوع. نعم. اسم عظيم. بس مثلا حتى في أعماله تلقى عظيم. نعم. في كل شيء تلقى هذا المسيح اليسوع عظيم. يعني ما لا مثيل، ما لا أي شيء، ما تقدر توصفه. بالنسبة لي مثلاً يعود يخلنا يعني عندنا شوف معايا قرانيه اخوي عباس، الصوت مش واضح يا اخ عباس. وانا مش فاهم. التي احسن، هذول المسلمين لا يعترفون بهذا القران. التي احسن ما يعترفون، صدقني. ولا كان ما في، انا عندي انا سؤال للمسلمين، كم عدد ها الزواج شو اسمه الجهاد النكاح اللي يسمونه، كم طفل طلع من هذا الجهاد النكاح؟ نعم. أين أخوي عباس؟ إحنا حديثنا عن ما عندهم رحمة. إحنا نتكلم يا ناس ما في مطلوبهم رحمة نهائيا حتى على أنفسهم. إحنا لازم أخوي عباس، إحنا حديثنا عن كيف أتعامل مع الإساءة في شوارع القاهرة أو الدول الإسلامية. أين أنتم للأزهر؟ سيبك أنت اسم الموضوع الأزهر والكذا أخوي عباس. واللي حتى الواحد يصلي على الحمد لله. مشكور. أهلين أخ عباس، ربنا يباركك. أخ عباس بس تحكي لك جملة أخيرة، الموضوع هو عن الغفران. حبيبي عباس، الحديث عن الغفران، اسمعني منيح، بدناش نهاجم أي حد عباس، أنت حديثنا عن كيف أتعامل مع الإساءة، أنت كمان اغفر، أنا عارف أنت انظلمت ويمكن أسيء إليك ويمكن في فروقات، إحنا مش حديث اليوم عن شو الاختلاف بين الشيعة وبين السنة وكل الأزهر أو غير الأزهر، أنت محتاج تمارس الغفران طالما بتحب يسوع المسيح، ويسوع المسيح علمنا عن الغفران. خليني أسأل، كيف أغفر ولي أغفر؟ إحنا اتفقنا أنه الأول أقتنع، ما فيش حل تاني، كل الحلول الأخرى هتجيب مرارة، هتجيب اكتئاب، هتجيب قلق، هتجيب نوم مش مظبوط، الأكل مش مظبوط، ممكن أكل كتير، ممكن تتسد نفسي، ممكن ألف على الدكاترة. 30% من الرواد الدكاترة بيعانوا من حاجات نفسية ظاهرة في صورة أعراض جسدية. فإذا اقتنعت إن ده مصلحتي باخد قرار، I agree، أنا موافق. وفي الحالة دي بقول له أنا مش هقدر، أنا عندي عايز معجزة. لو دقت غفران الله ليا هيسهل عليا. نعم. إذا أنت يعني يا عزيزي المشاهد صدقت انه غفر ليك 60 مليون خطية، يمكن انت محتاج الاول تصدق، فربنا بيقول لك صدقني كل هذا الدين تركته لك، وبعدين تقول له انا عايز اعمل زيك، زي ما غفرت لي كتير انا هغفر كتير. حاجة unexpected، غير متوقعة، نشوف معجزات لم تخطر على بال حد. طيب والرسالة اللي عاوزين نوصلها للمشاهدين اللي بيحضروا هذه الحلقة، إنه إزاي كيف أتخلص من تأثير الإساءة، شو ممكن نوصل رسالة للمشاهدين؟ إحنا خايفين إن الغفران صعب،
لكن الحقيقة لما أطلبه عطية من ربنا ومن الصليب هيبقى أسهل بكتير من أنا خايف وأرحم بكتير من المرارة. الحاجة التانية، إحنا بشر هنغلط ويتغلط فينا، فما كانش فيه الغفران حل، إحنا كل شوية هنقطع العلاقات وهنكسر البيوت ونخرب الجو. فلازم صمام أمان للحياة، أبانا الذي نيجي عند واغفر لنا نعمل جرد. إن دي رب لو في في قلبي حاجة اغسلها بسرعة عشان أنا مش عايز أخسر حياتي. رجع العلاقات الرئيسية. الرئيسية. إن جوزي، أولادي، بابايا ومامتي، الناس المهمين في حياتي. ودي نعمة من فوق، ونساعد رب يسوع المسيح وهو يقول أنا عايز أجمعكم زي الدجاجة تجمع أولادها. تفضل كلمة أخيرة لك. أنا خايف برضو من إحنا مش متعودين نعترف لنفسنا بمشاعر. يعني أنا متغاظ عادي، أنا أكبر مخي، بس الحقيقة أنا موجوع. إمتى يعني النفس المتضع هتخليني أنا أقول نعم أنا متألم؟ وساعات يقول الألم ده من سنين، وساعات يعني إحنا بننصح الناس المقبلين على الجواز ما تدخلش الجواز وإنت شايل من بابا وماما، لأنك تدخل في الوزن الزيادة في الطيارة هتدفع تمن، هينعكس على باباك، الباباك هينعكس على باباك، ينعكس على جوزك، ومامتك هتنعكس على من غير ما انت تبقى فبأثر على كل نواحي العلاقات الجسدية والنفسية والروحية. الكنيسة تتميز، زمان كان القبطي مشهور انه فرحان عنده محبة ويعرف يسامح أعدائه. نفسي كنيستي، كنيستنا، الكنيسة المصرية، الكنيسة في كل العالم تبقى مليانة غفران ومسامحة. الكلمة اللي ذكرتيها أقتل إيش؟ أوجعنا بألامك المحيية الشافية. أقتل أوجعنا بألامك المحيية الشافية. صليب. حلو. مستشفى صليب. حلو. ربنا يبارككم، شكرا كتير كتير، وإن شاء الله بنشوفكم معنا في برامج وفي حلقات أخرى. شكرا. ورب المشاهدين يسامحونا إن كنا طولنا عليه. لا لا بالعكس، إحنا فرحانين. الرب يبارككم. أحبائي مكتوب إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا مسامحين بعضكم بعضا كما سمحكم الله بالمسيح. كم سامحنا؟ لهي بتحتاج كل الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم. وإذا أنت في أي مشكلة أمامك في عدم الغفران، الكتاب بيقول انظر يسوع المسيح المصلوب المرسوم أمام عيونكم. يعني لما بتطلع على صليب المسيح كل يعني ألامك وظروفك بتنحل. اغفر، لأنه هذا شرط استجابة الصلاة. اغفر عشان قناة البركة تحل عليك. اغفر عشان تطلع من السجن، أنت تتحرر. الرب يباركك.